كل مجسم عالم الوجود الذي لا يعلم سعته إلا هو له روح واحدة، وتلك الروح هي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نتيجة البحث، وحينها تكون المسألة على النحو التالي: تلك الروح التي سعتها بحيث تشمل جميع عالم الملك والملكوت يعبر بهذا البيان، فيقول عنها عليه السلام: يبسطني ما يبسط فاطمة. ويقبضني ما يقبضها. وهنا يكل الفكر ويقف. إنه يلزم لمثل إبراهيم أن يفهم ذلك، ولمثل موسى أن يتأمل فيه. زهرت سنيني يديني أحفظ بعد قولش تطلبيني يديني هاي ونة أخذت زهرة سنين بعد قولش تطلبيني يا دنيا بين العبرة بين الجمرة أجذب حسرة بعد بين العبرة بين من فقه الحديث. لقد اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتي البسط والقبض، ولهاتين الكلمتين من الأهمية ما لهما، فيكون مدلول الحديث أنه إذا ما تأوهت الزهراء عليها السلام فإن روح عالم الوجود سيتأوه ويتألم، وإذا ما أوذي هو فقد أوذي 124,000 نبي، وإذا ما أوذي هو فإن جميع الأوصياء والشهداء والصديقين قد أوذوا بتأوه واحد من قلب فاطمة ينقلب عالم الملكوت. هذه هي مصيبة السيدة الزهراء عليها السلام، وهذا هو يوم العزاء على فاطمة. ولم أستدل حتى الآن بالمنطق الشيعي، وكل ما قلته فإنما نقلته عن أقوى المصادر وأتقنها عند جميع الفرق الإسلامية. يا دنيا ما أتألم لا ما أهتم وأنا محزن قلبي يبصب بين العبرة بين العبرة بين الجام أجنب حسرة أخذتي زهرة سنين بعد قولش تطلبي يا الله يا الله أخذتي انظروا إلى ذلك الشخص الذي لا يمكنني التفوه بذلك، ولكن لا مناص من ذلك. إن ذلك الشخص الذي حضر 80 غزوة وموطنا وجندل الأبطال، ولم يتمكن أحد أن يقف أمامه، كان في المسجد وفجأة يرى ولديه يدخلان المسجد، وما أن
وقعت عيناه عليهما، وبمجرد أن وصلت إلى مسامعه تلك الكلمة قام من مكانه، لكنه سقط إلى الأرض. جيل الهم علي دحري يا فضة تراكم، والصبر عني يا فضة تراكم، والحزن عني يا فضة دلحقيل سقط مني يا فضة. تجيل الهم علي دهري يا فضة تراكم، والصبر عني يا فضة سقط محسن دلحقيلي يا فضة سقط محسن دلحقيلي يا فضة يا تمن الدهر وانقطع بيا يا تمن الدهر وانقطع يا يا عزنا علينا الدهر ينصاب ينصاب ينصاب، عقب عزنا علينا الدهر. احكي يا الزهراء احكي وياها احكي لح لح. عقب عزنا علينا الدهر ينصاب، فجعنا وخلى دمع العين ينصاب. انا بتمنى ومن الظل ينصاب، انا بتمنى ومن الضلع ينصاب، وحماي مقيد بحبل الوصيه وحماي مقيد بحبل الوصيه. وحينما أعفى قبرها عليه السلام قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال بضع جمل كانت آخرها: فأهفه السؤال واستخبرها الحال. أحفها، وماذا تعني كلمة أحفها؟ ويتضح من هذه الكلمة إنها لم تخبر عليا بما جرى عليها، بل أخفته لتحمله معها. ماذا فعلت يا زهراء؟ يتضح من ذلك إنها لم تكن تريد إخبار حتى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت تريد أن يبقى ذلك بينها وبين الله تعالى. لذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: يا رسول الله، أحفها السؤال، أوغل في مساءلتها ما استطعت لتخبرك بما جرى عليها، ويحكم الله وهو خير الحاكمين. شلوني فاطمة وهجمتي
اولادك ارجع لهم بارك الله فيك. شلون ننسى فاطمة وهجمة الدار، شلون ننسى بابها في سعار النار، شلون ننسى اللي عصار ويا الجدار وهي تتارغم هذا الوضع، هي وهتت تتارغم هذا الوضع، شلون ننسى مين سيقف من هالجنين، شلون ننسى سيقر من هالجنين، تنادي يا كرار وبصوت حزين، حداري موصي من الهادي الامين، عدت شوفتي صبر اندفع، عدت شوفت صبري ولا تندفع. فإن إقامة العزاء على فاطمة الزهراء عليها السلام واجب على أساس الكتاب والسنة، عند جميع المذاهب الإسلامية سواء الحنفية منها والمالكية والشافعية والحنبلية، لن يكون بحثنا اليوم على أساس الكتاب والعترة، بل على أساس ميزان الكتاب والسنة، تلك السنة التي إذا ما قدر لفحول علماء العامة على مدى السنوات 1400 أن يبعثوا من قبورهم لما أمكنهم غير التسليم أمام هذا البرهان القاطع. قم عز الرسول، نشمي حسيني، إيه فالمرتضى أبكى السماء لما أعلى عليك الحسين، صاح الكتاب جار السحاب، قد أحرقوا دار الهدى والمكرمات في الدار فاطم، والله عالم في الدار فاطم، كيف الشقي سعى لغاذ السيئات، بالصوت سود متني محمد، بالصوت سود متني محمد، يا لطمة العين التي حتى الممات تبقى ظلاما، بالصوت سود متني محمد، بالصوت سود متني محمد، يا لطمة العين التي حتى الممات
تبقى ظلامة حتى القيامة، تحكي تبقى أيها السادة الذين تسمعون كلمات فاطمة، لقد قالت بضع جمل، بعد ذلك قالت: يا علي واقرأ على ولدي السلام إلى يوم القيامة. ماذا يعني ذلك؟ ماذا تعني هذه الكلمات بعد تلك الجمل؟ لقد رأت هذا المجلس بعلمها المحيط، ورأت أيضا عدد السادة المتواجدين في هذا المجلس. هذه هي فاطمة، لقد رأت امتداد نسلها وذريتها إلى يوم القيامة، فأرادت أن تقول: يا أولادي انظروا ما الذي جرى علي من المصائب. إن واجب كل علوي وكل علوية أن يخرجوا يوم الثالث من جماد الثاني إلى الشوارع والأزقة، الرجال بأقدامهم الحافية ورؤوسهم الحاسرة، وينادوا بأصواتهم: يا أمنا إن هذا هو واجبنا على سلامي. نعش الطاهرة المظلومة، شيع نعش الطاهرة المظلوم، وداعت الله صيحوا يا مهضومة، وداعت شيع نعش الطاهرة المظلومة، شيع نعش الطاهرة، وداعت الله صيحوا يا مظلومة، وداعت الله صيحوا يا هذا نعش اللي مثل أطهر جسم، هذا نعش اللي حمل أطهر جسم، هذا نعش اللي بيهضم من هشم، هذا نعش الجرعة تشكال الهضم، ماتت بغصة قهر مهمومة، ماتت بغصة قهر مهمومة، داعت الله صيحوا يا وداعت شيع نعش الطاهرة المظلومة، شيع نعش الطاهرة، وداعت الله صيحوا يا مهضومة، وداعت شيع نعش الطاهرة، هلا هلا وداعت الله صيحوا يا هذا نعش الحمل روح المرتضى، هذا نعش البيضلوع عمره رضا، هذا نعش ام الحسن يا رافضه، هذا نعش ام الحسن رافضه، هذا نعش ام الحسن رافضه، عليه جبن الهادي تجري دمومه، داعت الله صيحوا يا داعت الله صيحوا يا